مشاهدينا، نعود الآن إلى الهام الذي يرد أسفل الشاشة فيما يتعلق بتصريح وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، والذي نفى تصريحات الاستفزازية التي أطلقها على الجزائر، واعتبر بأن هذا ينفي التصريح وبأنه كلام يسيء للجزائر، واعتبر بأن الجزائر شريك أساسي لتونس في مكافحة الإرهاب. نترككم لتستمعوا لتصريح وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني. وكذلك لتعمق في مسألة التعاون الدولي، وأريد أن أوضح نقطة هامة، هو أن العلاقة متاعنا مع شقيقة الجزائر هي علاقة تاريخية، ولا يمكن لأحد أن يسيء إليها أو أن يعكر الأخوة التاريخية بين الشعب الجزائري والشعب التونسي. وأمن الجزائر هو أمن تونس، وأمن تونس هو أمن الجزائر. والكلام الذي قيل في بعض الصحف هو ليس بصحيح وغلط تماما، وأحنا في مع شقيقة الجزائر هناك إذا تنسيق يومي بين القيادات العسكرية سواء في المركز أو في الجهات الحدودية.